وجه رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لكافة مكونات اتهامية وقيادة مؤسسات المجتمع المدني والقيادات العسكرية والشخصية الاجتماعية والقبلية ورؤوس الأموال التجارية وكافة أحرار الحديدة المدافعين عن الهوية الوطنية، سائلا الله عز وجل أن يكون شهر خير، أن يكون شهر خير ونصر واستقرار. ودعا الشيخ هادي هيج أبناء محافظة الحديدة إلى توحيد الجهود ورص الصفوف بما من شأنه تحرير الحديدة من براثن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي حولت حياة السكان إلى جحيم لا يطاق. وأهاب الهيج برجال المال والأعمال وفاعل الخير لمساعدة الفقراء والمعوزين والتخفيف من معاناتهم في هذا الشهر الكريم بعد أن صادرت ميليشيا الحوثي الإرهابية مظاهر الحياة ونهبت الموارد والحقوق الخاصة والعامة وعبثت بكل مقومات الحياة. كما ثمن رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة الجهود الرسمية والشعبية في الوقوف إلى جانب عشرات الآلاف من الصيادين الذين تضرروا جراء إقدام الميليشيا الحوثية الإرهابية على توسيع استهدافها وحصارها البري والبحري للصيادين، بالإضافة إلى زراعة الألغام وتفخيخ السواحل والمزارع ونهب الموارد ومصادرة الرواتب وفرض الجبايات في عملية تجويع شاملة تمارسها الميليشيا الحوثية بحق قرابة 3.5 مليون نسمة من سكان الحديدة. ندعو الجميع في هذا الشهر إلى التراحم والتكافل والتعاطف، وخاصة تجارنا والموسرين إلى دعم المواطنين، فالحديدة تمر بضائقة كبيرة وتمر بفقر شديد. نسأل الله أن يفرج عن الجميع وأن يتقبل منا صالح الأعمال، كما أن هذا الشهر هو شهر الجهاد والمجاهدة والصبر والمصابرة والرباط والمرابطة، فندعو جميع أبناء الحديدة إلى وحدة الصف وتوحيد الكلمة والسعي لتحرير الحديدة من هذه الفئة الباغية التي أضرت بالإنسان والبيئة البحرية والبيئة الزراعية بتسميم البحار وتلغيم البحار والمزارع، وأصبحت الزراعة زراعة للألغام وليست زراعة للفواكه وما كانت يزرعه المواطن في الحديدة.